أهلا بكم مشاهدينا في تغطياتنا المتواصلة لليوم 61 بعد المئة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي خلف أكثر من 30,000 شهيد وأكثر من 72,000 جريح. وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 31,490 شهيدا و 73,439 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. وأضافت أن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة بالقطاع راح ضحيتها 149 شهيدا و300 مصاب خلال 24 ساعة الماضية. للوقوف على أبرز التطورات الميدانية ينضم إلينا مباشرة من أمام مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة مراسلنا علاء سلام. أهلا بك يا علاء، تفضل. تحياتي لك وعدل المشاهدين الكرام. في مدينة رفح تبدو الأمور هادئة أو هدوءا حذر يعم معظم مناطق مدينة رفح في ظل تحليق الطائرات الاستطلاعية الإسرائيلية، والتي تقوم بدورين: الأول هو جهد استخباراتي، والثاني هو عمليات قصف جوية جرت على مدار الأيام الماضية، ولكن هذا التوقف ربما أعطى حالة من الهدوء الحذر والترقب إذا كان المشهد يتعلق بما يجري في هذه الأثناء. أنتقل من هذا الوضع الميداني إلى الوضع الإنساني، وتحديدا ما يتعرض له أولئك المرضى من أصحاب مرض الفشل الكلوي، وهم الذين يتزايدون يوما بعد الآخر، وربما زادت أعدادهم على مدار الأسابيع الماضية بعدما جرى في مدينة خان يونس من إغلاق لمستشفى مجمع ناصر الطبي وانتقال العدد الأكبر من أولئك المرضى إلى مستشفى أبو يوسف النجار. تزايدوا ووصل العدد إلى نحو 640 مريضا يقومون بوجبات الغسيل بشكل مضطرب إلى حد كبير، فهؤلاء يتعرضون لحالة من التدهور الصحي الكبير الذي طرأ على حالاتهم الصحية بعدما تقلصت ساعات الغسيل التي طبعا يتحصلون عليها من 4 ساعات في المرة الواحدة إلى ساعتين أو الساعة ونصف الساعة، ومن 3 مرات أسبوعيا أو 4 مرات إلى مرتين فقط. هذا الأمر الذي أدى إلى تدهور كبير على واقع وحياة العشرات من أولئك المرضى. توفي العديد منهم. مدير مستشفى مجمع أو مستشفى أبو يوسف النجار الدكتور مروان الهمص قال إن هناك من 2 إلى 3 من مرضى الفشل الكلوي يتوفون بشكل يومي بعد التدهور الكبير الذي يطرأ على حالتهم الصحية، وبالتالي نحن نتحدث عن أولئك الذين هم بحاجة إلى وجبات كافية للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى حالات أخرى ربما هي بحاجة إلى التحويل خارج مستشفيات قطاع غزة نظرا لأنها تحتاج إلى عمليات جراحية أو حتى إلى رعاية صحية أفضل من تلك التي يتلقونها في مستشفى أبو يوسف النجار هنا في مدينة رفح في ظل التوقف الذي جرى لمستشفى مجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى ما جرى في مستشفيي الشفاء بمدينة غزة سابقا وبعد ذلك المستشفى الأندونيسي. أيضا أتحدث عن آلاف من أولئك المرضى من مرضى السرطان وأمراض أخرى هم بحاجة إلى تحويل لمستشفيات خارج مستشفيات قطاع غزة التي تتعرض إلى استنزاف كبير أيضا وإلى واقع صحي سيء في ظل النقص الكبير في المعدات والمستهلكات الطبية عدا عن العلاجات والأدوية، بالإضافة إلى تعطل أعداد كبيرة من الأجهزة الطبية التي كانت تعمل في تلك المستشفيات في ظل هذا الاستنزاف الكبير. ونحن اليوم في اليوم 161 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، هناك استنزاف كبير لحق بالكادر الطبي البشري من جهة، بالإضافة إلى تلك المعدات الطبية التي تعطلت الغالبية الساحقة منها ولا توجد لها لا صيانة ولا قطع غيار كما يتحدث المختصون في هذا الإطار، وبالتالي نحن نتحدث عن مرضى ينتظرون منذ أسابيع وأشهر طويلة. العديد منهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة وتوفوا بفعل التدهور الكبير على حالاتهم الصحية، وبالتالي الناس هنا لا يموتون فقط بقصف الطائرات الحربية الإسرائيلية والصواريخ التي تتساقط على بيوتهم على وجبات الإفطار والسحور كما جرى في اليومين الماضيين، ونحن في ذروة أو في غرة شهر رمضان المبارك. في أوائل أيام شهر رمضان المبارك استشهد العديد من المواطنين في أوقات الإفطار أيضا،
والسحور هم لا يقتلون بهذا الشكل فحسب، بل إنهم أيضا يقتلون بفعل هذا الإهمال الطبي الكبير أيضا، وهذا الترك لهم لأسابيع وأشهر دون تقديم أو العجز عن تقديم الخدمة الطبية، بالتالي يموتون مرضا أو تدهورا على حالتهم الصحية. نحن اليوم نتحدث عن واقع المستشفيات السيء والسيء جدا في ظل هذا النقص الحاد، بل انعدام لكافة المستلزمات والمستهلكات الطبية عدا عن الأدوية والتعطل الذي لحق بالكثير من المعدات والأجهزة الطبية. ورغم أن المستشفيات تحديدا مستشفى أبو يوسف النجار ومستشفى الكويت التخصصي هنا في مدينة رفح لجأ إلى إنشاء خيام أو نقاط طبية إلى جانب تلك المستشفيات، إلا أن هذا الأمر اكتشف بأنه لا يكفي، وأن هناك حاجة ماسة جدا لإخراج المئات بل ربما الألاف من المرضى من جهة، أو حتى الألاف من الجرحى من جهة أخرى، في ظل أن الاحتلال الإسرائيلي يغلق كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ولا يوجد سبيل سوى السبيل الوحيد وهو معبر رفح الواصل ما بين الجانبين الفلسطيني والمصري وعد.